السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل يقول: ما معنى القزع؟ القزع هو حلق بعض الشعر وترك البعض الآخر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ويشمل أيضا في هذه الأيام الشباب الذين يحلقون جل رؤوسهم ويتركون قبعة من الشعر في الوسط، فهذا أيضا يدخل في القزع، والنبي نهى عن القزع هذا. ويسأل سائل آخر عن حكم لبس الثوب الأحمر للرجال. قل وبالله التوفيق، لم يثبت في الثوب الأحمر حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المرد في الفتوى إلى هل هذا الثوب في لبسه تشبه بالنساء أو تشبه بالفساق أو تشبه بأهل الشرك، إن وجد شيء من ذلك منع والله أعلم، وإلا فلا. قد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه في حلة حمراء لم يرى مثلها قط. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت الشيخ بارك الله فيك، ما حكم الدين في القوانين التي وضعها الحكام؟ نعم، صوتك بعيد عني. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم سلام ورحمة الله وبركاته. الأخوة الكرام، الصوت لا يصل إلي يا إخوان. بعد إذن حضرتك يا شيخ، وكنت عايزة نسأل الصوت عن غير واصل يا إخوة. نعم، كنت عايزة نسأل يا شيخ، يسأل هل الغسل من الصوت غير واصل، الله يحفظك، هل للغسل من الجنابة صفة لا بد من لزومها أم أن غمر الجسم بالماء يجزئ؟ لغسل الجنابة صفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أن غمر الشخص جسمه بالماء أجزئ عنه، أما صفتها، أعني صفة غسل الجنابة، أن يغسل الشخص فرجه غسلا جيدا، ثم يغسل يديه غسلا جيدا، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة بادئا بيمينه باستثناء رجليه وأخرها لآخر الغسل، ثم يأخذ ثلاث حفنات فيضعها على رأسه ويدلك الشعر دلكا جيدا، ثم يغسل الشق الأيمن ثم سائر الجسد، ثم يتنحى ويغسل رجليه. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. نعم. بعد إذن حضرتك يا شيخ، أنا كنت عايزة أسأل. نعم. عن إن زوجي بيسب الدين، بس هو يعني صوام، بيصوم 2 و5 طول السنة، وملتزم بأي صيام في السنة. على كل حال، سب الدين كفر. سب الدين كفر، وعليه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل أن يقترب منك. السلام عليكم. نعم، أكلم الشيخ لازم. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل هناك أوقات ينهى عن النوم فيها؟ الحديث، لعلك تعني الحديث: من نام بعد العصر فجن فذهب عقله فلا يلومن إلا نفسه. هذا حديث تالف الإسناد جدا، وقد قال الليث بن سعد عالم مصر مفتيها: لا أدع راحة بدني من أجل فلان الكذاب أو المتهم راوي هذا الحديث، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها.
يعني إلا ما دعت إليه حاجة. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. هو كان بنلعب كورة، بنأجر ملعب، واللي بيخسر هو اللي بيدفع كل حساب الملعب. لا يجوز، لا يجوز. بارك الله فيك. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ يسأل سائل يقول: واحد صوفي يهاجم الفقهاء طيب ماذا نقول لهذا الصوفي؟ ابتعد عن شره، اسأل الله أن يكفينا وإياك شره. السلام عليكم. يقول: أمي كان عليها أيام من رمضان في السنة الماضية لم تقضيها بسبب تحليل طبية لمرض السكري، فلم تجرب قضاءها وقضتها مع أيام من شهور هذه السنة، هل تكفر بشيء بعد أن قضت الأيام التي عليها؟ ليس عليها كفارة، إنما عليها القضاء وقد فعلته، فلا شيء عليها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخ، هو ينفع يعني ما حكم النقاب؟ ولو كانت واحدة لسه سنة، هل إن هو يجوز ليها يعني هي تخلع قدام سلفة لو كان عايش معهم في البيت مثلا وبيأكلوا مع بعض أو كده، أو مثلا ولو لبست؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فأرى أن النقاب أو أن تغطية الوجه على الأدق واجبة على النساء ما دون القواعد وما دون الصغيرات اللواتي هن دون البلوغ. أرى أن تغطية الوجه تجب على النساء ما دمنا قد بلغنا ولم يصلنا إلى حد القواعد من النساء، وعليه فخالعته أرى تأثم، والله أعلم. يقول السائل: السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للعزاء في الصواب، هل هي نعم؟ العزاء ما سمعت صوتك. العزاء في السرادق، اعلم أن العزاء مشروع بالإجماع، ولكن ليست للعزاء صورة معينة، فالعزاء على ما تيسر. إن شئت عزيت عند القبر، إن شئت عزيت في الهاتف، إن شئت عزيت في العمل، إن شئت عزيت في الطريق، إن شئت ذهبت إلى أهل الميت في بيتهم. أما إذا كنت أنت أهل الميت فلا تنشئ صرادقا وتأتي بمقرن بهذه الطريقة التي تفعل، فهذه بعيدة عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إن أنت ذهبت وعزيت إن شاء الله لن تأثم بالتعزية بإذن الله. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى، اللي أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، تفضل. بعد إذن حضرتك يا شيخ مصطفى، ما الواجب علينا من ناحية الإسلام والمسلمين وبالنسبة للي بيحصل في المسجد؟ نعم، بالنسبة واجبنا أن نكثر من الدعاء وأن نستقيم على شرع الله سبحانه وتعالى، وأن نبين لأولادنا وأهالينا أحوال اليهود كما وردت في كتاب الله وسنة رسول الله، وعلى حكامنا أن يبذلوا ما استطاعوا من جهد وقوة للمحافظة على القدس ولاسترداد المسجد الأقصى مع الدعاء والقنوت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، عايز اسال بس يا شيخنا في لفظين قلتهم، وقلت مراتي لما طلقتها دي من باب الحكايه. نعم. قلت مراتي مثلا طلقتها من باب التمثيل. يعني انت كذاب يعني. تقصد؟ لا انا بحكي مع واحد بقول مراتي لما طلقتها. حلها من الاثنين، يا اما انك كذاب، انت قلت لزميلك انك طلقت زوجتك. لا ما قلتلوش طلقتها. انت صادق ولا كاذب؟ انا بقول له مراتي لما طلقتها ما كنتش بتكلم عليها كلام مش كويس. ايا كان صادق من باب الحكايه، من باب الحكايه. ما هو يعني بس حتى اضبط السؤال، يعني اضبط الجواب، انت قلت لصاحبك
أنك طلقت زوجتك وتقول إنني أمزح أو إنني أخبر. لا لا أنا 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 بخبر بحاجة حصلت في الماضي. وهي كانت طلقت في الماضي ولا إيه؟ أيوة كنت طلقت في الماضي، وبتكلم على مراتي اللي أنا مطلقها ومنتهي علاقتها بيها تماما، يعني مش اللي معايا حاليا. يعني انت تقول له هذا الكلام على سبيل ماذا؟ يعني مزاح معه على سبيل، انا بقول له ان مراتي لما طلقتها انا عمري ما كنتش بتكلم عليها كلام مش كويس خالص، عشان دي ما جاتش خلاص من مراتي. يعني انت تقصد زوجتك الاولى التي سبقت؟ اه لا آه. خلاص ما فيش مشكله، هي مطلقه، انا ظننتك تتكلم على التي معك. طيب وحته وكلامي مثلا مراتي مثلا طلقتها يا اخي، بلاش وسوسه، الله يرضى عليك، حدد سؤالك، الله يغفر لك. ما السؤال الذي تريد أن تأخذ عليه جوابا؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايزة فضيلة الشيخ لو سمحت. اتفضلي يا أختي. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام، لست بدكتور، اتفضلي السؤال. والله يا دكتور عندي بس ثلاث أسئلة بس سريعا كده. اتفضلي. صلاة الفجر أنا هاملة فيها يعني طول عمري كده بسبب تعب وكده. السؤال الثاني حضرتك، لا عفوا عفوا، هاملة فيها يعني لا تصليها ولا تصليها؟ لا يعني أنا بنام متأخر أو كده، بنام متأخر وما بنقدرش نقوم غصب عني، لأن بنام متأخر بقالي كام سنة على ده الحال يعني. ومتى تصلين الفجر؟ الصلاة اللي أنا بصلي الصبح بصحى الساعة 10 ساعات 9 ساعات 8، فأنا مش منتظمة بصراحة في صلاة الفجر يعني. حضرتك السؤال الثاني، أنا يعني كذبت كتير بسبب خوف من الديون من أهل أصحاب الديون عليا وكده، فكنت نقول له مثلا بكرة أو بعده الشهر الجاي، فكذبت كتير يعني، هل ربنا هيغفر لي في الذنوب الكذب اللي أنا كذبته ده حضرتك؟ والثالث، والسؤال الثاني ادعي لي ربنا يشفيني من الام صدري يا رب، اشفيني يا رب، لان صدري رحت عند دكاتره كتير ولا في شفاء ولا في اي حاجه. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، الاخت تؤخر صلاه الفجر، تنام عن صلاه الفجر الى ان تطلع الشمس وتصلي الفجر الساعه 10 صباحا بحجه انها مريضه، انها مريضه وانها تنام لا تستيقظ الا في هذا الوقت. إن صدقت في قيلها وأنها مريضة وأخذت بالأسباب التي تعينها على صلاة الفجر في وقتها ولم تنجح هذه الأسباب، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إن كانت مقصرة، إن كانت تجلس طول الليل في الحكايات والقيل والقال وتنام عن الفجر، فتكون قد تسببت في ضياع الفجر فتأثم لهذا التسبب. أما كذبها فالكذب محرم، وأحذرك منه مرة ثانية، فالنبي قال إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال المرء يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فاصدقي في حديثك بارك الله فيك واستغفري من ذنبك، أسأل الله أن يعافيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. عزيز الشيخ بصر معك، تفضل. وعليكم السلام وبركاته. تفضل. سؤال الشيخ بعد اذنك، انا كنت حلفت طلاق كم طلاق كده، فسالت بعض المشايخ فقال لي ده كفرت يمين، فجمعت قبل ما اكفر يعني. نعم. كنت حلفت كم يمين كده طلاق يعني، قلت عليها كذا انا هعمل كذا، ما عملتش مثلا، فسالت وما كانش في نيه للطلاق وكده يعني. فسألت بعض المشايخ عندنا هنا قالوا لي ما عليكش أي كفارة، عليك كفارة يمين. طيب خلاص، أفتاكم أن عليك كفارة يمين. يعني الآن أنت الآن سألت وقيل لك عليك كفارة يمين، كفر عن يمينك ولا يحسب طلاق، ولا تلزم الكفارة قبل الرجوع للأهل في هذه الحال، إنما لزوم الكفارة قبل المساس في المظاهر الذي يقول لزوجته أنت عليك ظهر أمي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. زي الحال يا شيخ؟ الحمد لله. ربنا يبارك فيك يا شيخ مصطفى. كنا نصلي المغرب والإمام في الركعة الثانية سجد ركعة يعني في سورة مريم. نعم. تطلع عليه مع الرحمن خر وسجاني وأبوكي ركعة، ما سجلش. رحت أنا سجلت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فالأخ السائل يقول إنه كان خلف إمام يصلي فوصل الإمام إلى قول الله تعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا من سورة مريم، وظن أن الإمام سيسجد سجدة التلاوة ولكن الإمام ركع ولم يسجد سجدة التلاوة، أما هو كمأموم فنزل وسجد. ينظر بعد ذلك ماذا صنعت، يعني أنت خلفت بجهل، لكن لما قمت، لما قال الإمام سمع الله لمن حمده وأنت قمت من سجودك ماذا صنعت؟ إن كنت ركعت وبعد ذلك واصلت الصلاة مع الإمام فالصلاة صحيحة، إن كنت تركت ركن الركوع مع الإمام وسلمت ومضى الوقت أعد الصلاة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ معلمك بس ليه سؤالين. اتفضل. أول سؤال، كان عندي زوج أختي ما كانش بيصلي يعني بشكل متواصل، ولكن هو لما الحمد لله دلوقتي بدأ يصلي بدأ يعني يتركها، و يعني بدأت في مشاكل في البيت يعني. يعني زوج أختك لا يصلي؟ كان لا يصلي يعني، فعندما التزم سبحان الله يعني بدأ العدم يعني ما كانش زي الأول، الأول كان أفضل هو مش ملتزم، فدلوقتي يعني سبحان الله بعد ما التزم شوية بدأت الأمور معقدة شوية بالنسبة لأختي. يعني قبل أن يستقيم كانت المعاملة طيبة، بعد ما استقام بزعمك المعاملة ساءت. فأختي بقى بالظلم بقى هنا إن ممكن الشيطان مثلا يكون عايز يعني يخليها. لا بس انظر إلى أمر أختك، انظر إلى أمر أختك، انظر هل منها خلل أم لا. أن يفترض أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول استشكل علي فهم الآيات الكريمات التي في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم. يقول أريد توضيحها. الآيات هذه نزلت في الوصية في السفر، ونزلت في شأن صحابيين هما تميم الداري وعدي بن بداء، كان معهما رجل ثالث في السفر، ومع هذا الرجل جام من ذهب، فلما كانوا في السفر مات صاحب هذا الجام، وأخذ تميم وصاحب هذا الجام وباعه ورجع إلى أهله وأخبر أهل الميت بموت ميتهم، فقال لهم أهل الميت كان مع صاحبنا جام من ذهب أين هو؟ فقالوا ما وجدنا شيئا، ثم وجد الجام يباع في الأسواق. قد حلف تميم وصاحبه أنهما ما وجد شيئا، فوجد الجام يباع في الأسواق فأتي به وقال أهل الميت ممن اشتريتم هذا الجام؟ قالوا من عدي وتميم. فذهب أهل الميت بهؤلاء القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلت هذه الآيات المباركات يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم، أي من اليهود والنصارى أو أهل الشرك، وهذا الموطن الوحيد في القرآن الذي جوزت فيه شهادة المشركين على المسلمين وهو الوصية في السفر. اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض أي سافرتم فأصابتكم مصيبة الموت، أي فأصاب بعضكم أصابته مصيبة الموت، تحبسونهما من بعد الصلاة يعني من بعد صلاة العصر، فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا أي بأيماننا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين، فإن عثر على أنهما استحق إثما أي الشاهدان الأولان إن عثر على أنهما استحق إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان الآية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ. نعم نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ألو. السلام عليكم. ألو. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ألو. ألو. شيخ مصطفى. أيوة نعم. دكتور مصطفى معايا. أخوك مصطفى معك. تفضل. عليك السلام عليكم. عليكم. أنا عايز أحضرك سؤالين الله يبارك لك يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كان في مشاركة بين اثنين في من فترة طويلة. وحصل بينهم اختلاف. ايه. في المشاركة. فوقع على احدهم ان هو كان مستلف من المشارك دوت مبلغ بقيمه بعمله غير مصريه تمام بالدولار، فحصل نزاع لا انا هدفع لا مش هدفع، فعمل حدث جلسه عرفيه وفي حكم في الجلسه العرفيه ديت بمبلغ بمصري قيمة 10,000 جنيه. جه الراجل اللي هو المفروض يدفع ما دفعش ومعترض على الجلسه العرفيه دي. مر الوقت دلوقتي في الوقت الحالي والراجل ده توفى، فاصحاب الدين بيطالبوه، فهل يدفع بقيمته الحاليه دلوقتي بالدولار ولا باخر حكم عرفي؟ ارجع للجنه العرفيه التي حكمت، هي التي تقضي. ارجع للجنه العرفيه التي حكمت فستعيد النظر ما دام واحد من الطرفين رجع، فتعيد النظر في الحكم. السلام عليكم. يقول شخص عنده خشونة في الركبتين يصلي ولكن لا يستطيع أن يسجد، ذهب إلى المسجد يصلي جماعة ولكن لم يجد مقعدا ليصلي وهو جالس نظرا لازدحام المسجد، كيف يصلي؟ لو جلس على الأرض تماما وصلى أو لا بأس بذلك، صلي على أي حال تيسرت له. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخي؟ الحمد لله. اتفضل. وحضرتك عايز سؤالين بس. اتفضل. الواحد شغال في الدش، هل ده حرام ولا حلال؟ شغال في ايه؟ الدش بيوصل، بيعمل وصلات الدش. ايوه والحاجات. ايوه. اذا كان يتحرى قدر الاستطاعة في عمله حلال، ان كان لا يبالي والغالب على العمل الفساد يبتعد عنه. وقول سيدنا محمد، وهل حديث لا تسيدني في الصلاة ضعيف ولا لا يا شيخ؟ حديث ايه؟ لا تسيدوني في الصلاة. ليس بحديث. لا تسيدوني في الصلاة ليس بحديث. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ مصطفى ممكن سؤال؟ اتفضلي. انا بصلي 11 ركعة وبصلي القيام كتير بقى بالليل، ينفع ولا في عدد ركعات القيام؟ لا، ليس هناك حد لعدد الركعات في قيام الليل، صلي ما شئت في قيام الليل. قد نقل ابن عبد البر الإجماع على عدم وجود حد معين لعدد الركعات في قيام الليل، ويؤيده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فطر فليقعد، ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فطر فليقعد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. حضرتك. الحمد لله. حضرتك عندنا في الشركة شركات البترول. ألو. أي نعم. عندنا في شركات البترول معاش تكميلي، حاجة اسمها معاش تكميلي. حضرتك عايز توضيح ولا تعرفه؟ يعني تدفع وتخرج مبكرا ولا ايه؟ لا، هو هذا يعني مثلا مراتب المعاش 1500 والمعاش التكميلي بيرفع الاشتراك في هذا الصندوق يرفع المعاش الى مثلا 4000 او 5000. والله يا شيخ يعني انصحك بالاحوط لك البعد عن هذا. انصحك بالاحوط هو البعد عن هذا. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. نعم. وعليكم السلام. سؤال شو بعد إذنك، أنا كنت سألتك من بدري، كنت سألتك من بدري بس ما عرفتش أجاوب، ما استمعتش الإجابة يعني. ما السؤال؟ كنت جاي لك إن أنا كان عليا كام كفارة يمين، فجمعت النص قبل الكفارة، هل عليه ذنب يعني؟ إذا كان حلف بالطلاق عادي لا بأس،
قلت لك يجوز تأخير الكفارة عن وقت الحنث إلا كفارة الظهار فقط. كفارة الظهار الله قال من قبل أن يتمس، أما سائر الكفارات فيجوز تأخيرها عن وقت الحنث في اليمين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا له. عندي سؤال بس بعد اذنك. اتفضل. انا ذهبت صلاة العصر بس رحت في اخر ركعة في السجود. ايه؟ والامام في صلاة العصر. ايوه. رحت في السجود في اخر ركعة فالامام سجد سجد السهو، فهل اسجد معاه ولا هو صلى كمل انا الصلاة؟ يعني أنت كنت متأخرا عن الإمام ما دخلت معهم في تكبيرة الإحرام. لا رحت في السجود في آخر ركعة. أيوة أوه. اسجد للسهو مع الإمام وبعد ذلك ائتي بالذي فاتك. يا السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ انا كنت عايز اسال عن حاجه. انا والدي متوفي. والدي متوفي ووالدتي مالهاش مصدر دخل غير المعاش، وكان في مبلغ كده يعني ميراثها من الورث. هي طبعا ما تقدرش تعمل بيه مشروع، وما فيش حد يعني تثق فيه ان هو يعمل لها مشروع او كده، فهي حطته في الحساب الاسلامي على اساس ان هي تاخد الارباح بتاعته. لا يجوز وضع المال في بنك والاستفاده منه في المعيشه، يعني من العوائد. وحتى لو كان اسلاميا فالبنوك كلها سواء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم تفضل. حضرتك احنا عندنا مثلا الشيخ بيجي كل خميس في المسجد يقرا قران، وبعد ما يقرا القران يوم يدي الخطبه بتاعته ليه قاعده على طول عنده بعد العشاء. يوم الخميس كل خميس يعني يقرا قران وبعد ذلك يخطب، وبعد الخميس بعد ما يقرا القران يخطب. يعني الامر خفيف ما فيش فيه مشكله. السلام عليكم. يقول أخ السائل يعمل في مجال السياحة الدينية، واحد طلب مني أجيب له تأشيرات زيارة، والتأشيرات لها رسوم التأشيرة الواحدة 5000 ريال. بعد ما دفعت الرسوم طلب مني أن أسحب الجوازات لأن الناس لا تريد التأشيرات، ونما إلى علمه أنهم استخرجوا جوازات أخرى ولو أشرت مش هيأخذوها فسحبتها بناء على طلب، والآن يطالبني بالرسوم المدفوعة. لا ضرر ولا ضرار، إذا كان حدث ضرر فخذ قدر الضرر الذي لحقك بناء على تراجعه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ. نعم. هل يجوز للمرأة يعني هي تاخذ أموال يعني مرة زوجها إذا كان زوجها يعني علشان خاطر مثلا الناس قرايبها وجيرانها وكده بيدوا الاولاد، هي لما تيجي تقول هات عشان تقول يعني زي ما هم بيدوا الاولاد. لا يعني عفوا، يعني هل يجوز للمراه ان تاخذ اموالا من وراء زوجها دون علمه؟ تعطيها لمن؟ تعطيها للناس هم بيدوا اولاده، ولما تيجي تقول له هات ما بيرضاش. نعم؟ بيدوا الاولاد دول بيدوا لعياله فلوس. لما بتيجي تقول له هات الفلوس دي عشان نرد زي ما هم بيدوا لنا جد الاولاد هم بيرضوا. يعني اقرباؤكم او اقرباء الزوج يعطون لاولادكم اموالا او هدايا، فانت تقولي لزوجك هات نرد لهم الهدايا كما يردون لنا، فيرفض فتسرقين منه وتردين قيمه الهدايا. إذا كانت الأشياء خفيفة
لن نسميها سرقة لأن كانت أشياء خفيفة. لرد الجميل ممكن يعفى عنها، أما إن كانت أشياء كبيرة لا تتحملي أنت إثم ذلك. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام، تفضل. الله يبارك لك، الله يطول عمرك. بس سيدنا يا شيخ، والدي ورث اخته لها بنتين. نعم، والدي ورث اختي لها بنتين. والدك ورث اختا له؟ اخته لها بنتين. لها بنتين؟ طيب، فهو دلوقتي اصيب بمرض، فبقول لا ده دي ذنب الفلوس، فقلت له لا دي شرع الله، لا ومش مقتنع بكده. طيب، اخته لها بنتان، لها زوج او ليس لها زوج؟ لا ما لهاش زوج يا شيخ، ما لهاش زوج. يعني اختك او عمتك ماتت ولها بنتين، وابوك ورث نصيبه من اخته. مش اي مشكله. لا، مش البنتين اخذوا ثلثين؟ ايوه خدوا ثلثين، وهو واخته العايشه، اخته وكان له اخت عايشه ساعتها، هم الاثنين في الدلة. ما رضاش يديلها ولا ادالها؟ نعم، يعني في اخت ماتت ولها بنتان. هم راجل وبنتين، هم راجل وبنتين يا اخي. اخ وبنتان، البنتان لهم الثلثان والاخ له الثلث الباقي. يا شيخ سمعت كده مظبوط يا شيخ؟ انا مش مايدك في الحكم، هو شايف بيقول لي سبع عيايا انني ورثت فيها. لا هو جاهل، الا اذا كان شعر انه ظلم من باب اخر لا اعرفه فهو ادرى. اما كون الشخص يرث اخته التي ليس لها اولاد ذكور، وبعد ان اخذ اصحاب الميراث ميراثهم، فلا باس بذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. ايوه يا شيخ، ممكن بس اسال حضرتك سؤال؟ اتفضلي يا اختي. انا عايز اعرف الذهب بالقسط حلال ولا حرام؟ الذهب بالقسط حرام، لا يجوز شراء الذهب بالقسط. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم، كنت بسال حضرتك يا شيخنا عن دار المناسبات، هل يجوز فيها الصدقه؟ عن ايه؟ هل يجوز دفع الصدقه في دار المناسبات؟ دفع الصدقه في المرتبات؟ نعم، في المساجد. هل يجوز دفع الصدقة لدار المناسبات في بناء دار المناسبات في المساجد؟ يجوز، وغيرها أولى منها. بارك الله فيك، لأن دار المناسبات تتعدد فيها الأمور، إذا كانت خيرية. لكن الزكوات لا، احذر أن تدفع الزكوات فيها. أما الصدقات فإن كانت هذه الدور في الغالب عليها أنها تعمل أعمال خير وبر فلا بأس، وغيرها أولى منها أيضا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا هم قطع، معلش يا شيخ، يعني كده أظن مش عليه ذنب، أنا كنت معك ومقطع مني عليه الخط تاني. نعم، يعني والدي كده مش عليه مشكلة؟ نعم، مش عليه مشكلة في حكاية مرات أخته وأخته؟ يا أخي لا حرج أن يأخذ الشخص نصيبه من أخته التي ماتت بعد أن أخذت البنات الثلثين المستحق لهما. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول أخ السائل، هل كلما اقترب المصلي في الصف الأول من الإمام كان الأجر أكبر؟ إن شاء الله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، والله أعلم.
السلام عليكم. لو سمحت انا عايز اسالك سؤالين. اتفضلي. ممكن جوزي بيشغل في مصلحه يعني حكوميه وشغال يعني زي في بوفيه كده وبيبيع حاجات بس بيجيب حاجات لحسابه ويبيعها. لا ينفع؟ يعني شغال في مصلحه حكوميه ويجيب حاجات لحسابه فين يعني مش فاهم. يعني هو شغال في بوفيه. نعم. مصلحه حكوميه شغال في البوفيه. ايوه. بيبيع لهم قهوه وشاي والحاجات دي. ايوه. ساعات بيجيب لهم هم يطلبوا منه يعني قرص وفين وحاجات زي كده العمال يعني. يعني عفوا هو ملزم اذا كان ملزم ببيع اشياء معينه في الكانتين ويبيعها ولكنه يزيد اشياء اخرى. يزيد اشياء اخرى. طيب استاذن المدير شوف المدير ماذا يجيبه. المهندس مصرح له كده. خلاص الحمد لله المهندس مصرح له الحمد لله. طب السؤال الثاني طب انا نعم. لو سمحت لقيت في حاجات على التليفون بتاعي مش كويسه. طيب امسحيها امتحي الحاجات اللي مش كويسه وانصحي لله. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل عن صحة حديث سبحان الله عدد ما خلق سبحان الله ملء ما خلق إلى آخره. الحديث ضعيف الإسناد. يقول أنا مجبر لاتخاذ حساب بنكي لاستلام أجري من خلاله. إذا كنت مجبرا لا إثم عليك. يقول مضطر لأخذ قرض ربوي بقيمة 5000 جنيه لمساعدة أخي في الزواج. لا تفعل ليست هذه ضرورة. بارك الله فيك. السلام عليكم. نقول لي ما تحطش كرسي. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول السائل ما حكم كفالة يتيم الأم ووالده على قيد الحياة وإلى متى يبقى في بيت الكافل؟ اليتيم هو من مات أبوه وهو دون البلوغ، أما من ماتت أمه فلا يسمى يتيم. من ماتت أمه لا يسمى يتيم ولا تجري عليه أحكام اليتم. أما إذا كان أبوه فقيرا وساعدته فهذا باب آخر، لك في كل كبد رطبة أجر، لكن لا يسمى يتيما. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين. اتفضلي. لو سمحت يا شيخ عندنا في الأوضة أوضة أطفال حاطين استفارات كده مرسوم عليها سمك. نعم. سمك. لا ما أسمع. عندنا في أوضة الأطفال مرسوم على الحيطة أسماك. اخواني مش غرفة الاطفال مرسوم فيها اسماك. ايوه. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يسأل سائل يقول السائلة تقول ما حكم الصلاة في السجود وأنا جالسة على الأرض مربعة رجلي عشان التانية تتعبني بسبب جلطة. صلي على المتيسر لك، لا إثم عليك إذا صليت على المتيسر لك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى لو سمحت عايز أسأل حضرتك سؤال. اتفضل. حضرتك زوج أختي في ناس كانوا تعدوا عليه وسرقوا منه العربية، فبعد طبعا لما هم خدوا منه العربيه هو اتصاب فدخل المستشفى. المهم بعد كده يعني شهد عليهم بان هم فعلا اصحاب الواقعه بعد ما طبل عليهم. فطبعا بعد كده اهله اتفاوضوا معاه ان هم يدفعوا له فلوس مقابل ان هو يغير شهادته في المحكمه. فهو بعد كده شهد طبعا ان هم يعني مش هم دولت وكده عشان خاطر ان هو يطلعهم وياخد المبلغ ده تعويضا عن اللي حصل له يعني. فده كده ايه حكم الفلوس ديت ورغم كده انه اتحكم عليهم بالمؤبد. يعني هم اتحكموا عليهم بالمؤبد بعد ما هو شهد الشهاده دي. مع ذلك هو طبعا كده بالنسبه له عايز يعرف هل دي شهاده زور
هو كده عشان خاطر هو طبعا يتري. هو اللي قوله الاول اذا كان متيقن منه فهو حق، وتراجعه عن الشهاده نقوله عن الشهاده ياثم عليه، ياثم عليه، فعليه ان يستغفر الله للاثم الذي وقع فيه من نقوله عن الشهاده. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. انت شيخ ما حكم القوانين التي توضع؟ نعم. يقول الأخ السائل إنه رضع من زوجته أثناء مداعبتها، هل هذا يؤثر على العلاقة الزوجية بشيء؟ لا يؤثر بشيء، فرضاع المحرم ما كان دون الحولين، لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. صلى الوتر ونام وقام في الثلث الأخير من الليل وأراد أن يصلي، ماذا يصنع؟ يصلي مثنى مثنى. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد أن أوتر أحيانا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال يا شيخنا؟ تفضل. والله أنا إمام وخطيب. نعم. والمدة بتاعتنا في الأوقاف إن أنا أمكث من العصر للعشاء في المسجد. نعم. أنا مسجدي بجوار المسجد تماما وعندي الكتب في البيت، فهل يجوز إن المدة اللي أنا أمكثها في المسجد أمكثها في البيت للمذاكرة؟ لا لا يجوز، بل أمكث في المسجد وعلم الناس، علم الجاهل وأرشد الضال وحبب الناس في بيت الله، ابذل جهدا في الدعوة إلى الله، أنت تتقاضى أجرا على ذلك، نعمة من الله أنت فيها أنك فتح لك باب الدعوة إلى الله وتتقاضى أجرا مقابله، فأنت تريد أن تأخذ الأجر وأنت في البيت، ما لا يجوز لك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت يا سيدنا. نعم تفضل. عايز أسأل حضرتك سؤال، لو عايز حد عايز يشغل فلوسه مع تاجر. يشغلها ازاي؟ على الأعراف السائدة، هناك من يقول لصاحب رأس المال نصف الربح وللمثمر نصف الربح. ده على فعل الأعراف السائدة في المهنة التي ستشغل فيها مالك. السلام عليكم. السلام عليكم. الله. نعم. عشان وزنا الصور اللي حضرتك تكلمت عنها. صور ذوات الأرواح، قال الرسول لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل هل ذكر الله بالذكر المفرد الله 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 هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا أعلمه ورد عن رسول الله بهذا التوصيف. هذا وإخواني وفقهم الله يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا قناة خير وبركة ورشد على الإسلام وعلى المسلمين. بارك الله في هذه القناة وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأذكر بأن الله إله واحد ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، لا يكشفه أحد سواه. وأحذر من المناهج التي وفدت على بلاد المسلمين، ظاهرها في الرحمة وباطنها من قبله العذاب، كالديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والماركسية وغيرها، فشعارات كفر وضلال. وحذر كذلك من المذاهب المارقة كالرفض الخبيث والتشيع البغيض والتكفير والتوقف والتبين
والإرجاء، فكل هذه مذاهب ضلال علينا أن نحذر منها وأن نستقيم على الطريقة التي سار عليها رسولنا صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسولنا رضي الله عنهم وأسكنهم فسيح الجنان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.